ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، وكل إعادة فيها إفادة، باش غنسولوا المواطنين واش نتوما مع أو ضد تصوير بالهاتف النقال في الأعراس المغربية. بغيت تعرفوا أشنو قالنا واش مع ولا ضد؟ أجيو معايا. صدفة تلاقيت معاك. أنت فنان شعبي، عندنا واحد الموضوع، واش أنت مع ضد أن التليفون يكون في الأعراس المغربية ولا مع؟ أنا في الحقيقة ضد ومع. كيفاش ضد ومع؟ إلا كنت ضد أن الأعراس، أن التليفونات يكونوا في الأعراس المغربية، كاين اللي ما كيبغيش أن يصور العائلة ديالو ولا مرتو كتطيح ولا هذيك العروسة أصلا، كاين اللي ما بغاش يصورها، فهمتي؟ على قبل أنهم كيلوحوا في المواقع التواصل الاجتماعي. يعني كيلوحوا الحاجة الخايبة والحاجة المزيانة ما كيلوحوهاش. هذاك الشيء اللي كاين، المشاكل بحال هكا. انت ما عمرك مشيتي لشي عرس ولقيتي شي اعلان ممنوع انه تصوير بالتليفون؟ انا عمرني اعراس كاملين خدمت، اللي خدمنا فيهم مهرجانات كاملين خدمنا فيهم، كاينه صور. واش انت مع ولا ضد ان الهاتف النقال يدخل الاعراس المغربيه؟ خويا اش غادي نقول لك، هذا راي ديالي وكاين راي ديال الناس. هو زوين وخايب، هو من ناحيه الزوين، وحده كتشطح او وحده كتهضر مع وحده وتصور فيها وتلوح على المواقع العالميه تسمى بسالات حشومه عليكم. وحده عارضين نجي نفرحوا العرس وجيت تنكدوا ليا مثلا، يقولك انت نوض شطح واحد، انت كتشطح يعني راه على حساب العائله، ولكن هما كيصوروك كيلوحوك في مواقع التواصل الاجتماعي. واش كتهضر على الرجال ولا على النساء؟ لا كنهضر على كل شيء. كاين حتى شي رجال انهم يعني في الاعراس العائليه كينوضوا يشطحوا كيصوروهم وكيلوحوهم. هذا سؤال مهم، ما دي ميتسر. هو في رجال كمحترمين في شويه، والمصيبه هي ديال العيالات. يقدر هذاك مولات العرس تنصحهم وسط الله يخليكم العائلات، حيد التليفونات، لا تكون شي حاجه خايبه الله يخليكم ما تلوحوهاش، ما تلوحو. وتنقولوا اللي تيشطح راه ما تيدركش وجوه، شنو هو المشكل؟ انت كاع صورك بنادم كاع مثلا التليفون ولا راه فرح هذاك شنو؟ ولكن مثلا كيصوروا شي مرت الراجل كدير شي شطحه ما هياش وكيلوحوها، يعني ديك الساعه كتولي المشاكل مع راجلها ومع العائله. ما كاين لا مشاكل لا والو، فهمتي؟ هاد السيده هذه اللي غادي للعرس تنظن راه غادا يعني بالموافقه ديال الزوج ديالها، ما يمكنش شي وحده اللي غتخرج من دارهم تمشي للعرس. ولكن ما عرفاش راجلها غتشطح. وعادي جدا انت غادي تشطح، راه عادي. ولكن عادي جدا تشطح في العرس، ولكن ماشي عادي جدا انا تلقى راسها مليوحه في مواقع التواصل الاجتماعي. اخويا شنو نقول لك، انا مليوحه في المواقع ديال التواصل الاجتماعي، هذا اللي غايلوح هذا راه شي غيكون شي انسان يعني ماشي، فهمتي؟ ماشي سوي، يعني شي واحد اللي مريض عقليا مفروح تيدير شي لعيبه ولا باغي ينتقم منا، باغي ينتقم منا بالطريقه ولا شي ديال الانتقام. راه كاين ماشي، راه تيكون يعني ما تيكونش داكشي كيكون قليل، ما الانسان ما يبقاش يعقد على راسه بزاف. حتى غادي العرس غادي تنشط غادي، فهمتي؟ لا ما تصورنيش، علاش ما غيصوركش بنادم؟ واش تبرد بيت ولا انجيلينا جولي ولا فهمتي؟ الواحد ضروري علاش دارونا التليفونات ولي كاميرا باش الواحد كيوثق لي سوفونير ديالو باش كيبقاو. مثلا انت عرضتي ليه فواحد العرس ديالك، انت فهمتي من العائله واحد قريب ليا، غادي نبغي نفرح ليك وغادي نبغي نحتفظ بوك التذكار. وكاين شي وحدين يعني ضد انهم كيمشيو كيصوروا يعني شي انسانه كتشطاح ولا يعني كيصوروا شي لعيبه، هذيك كتولي كيلوحوها. ولكن هذيك عاوتاني كتولي فهمتي كيدخل لك في الحريه الشخصيه ديالك، كيولي انتقام. بغيتي لا بغيتي تصور، صور راسك ولا صور شي واحد اللي فهمتي عندك اوتوريزاسيون ديالك قريب لك. ماشي انت غتبقى تصور من العائله الاخرى، وداك الشيء كيدخل في قله الاحترام. ولا مشيتي لشي عرس ولقيتي في الاعلان ممنوع الهاتف المتنقل يدخل لقاعة الافراح، اشنو غدير؟ غتدخل ولا غترجع؟ انت اصلا بويسك وصلتك ديك الانفيتاسيون من عندك العائله بلي عرضوا عليك بلي انهم هما باغيينك تحضر معاهم، وعاوتاني كاين العرس اللي ما كيبغيوش بحال هكا باش يتجنبوا صداع باش كيرطيو الطرفين، فهمتي؟ هذا ما كاين. الا كان زعما مانعين التصاور داكشي ماشي مشكل، نحضر ونحترم القانون. لا خوانا، ضد الهاتف النقال يصوروا به في الاعراس المغربيه. علاش؟ خو راه كاينين دريات كيشطحوا ما كيبغوش اللي يشهرهم، ما كيبغوش العائله ديالهم يعرفوا. تليفونات اخويا ما كرهناش يديروا شي لافته في الداخل ولا خارج، شي اعلان. اعلان اخويا ممنوع تصور بالتليفون، ممنوع تصور بالتليفون. دابا التليفون البارطاج كيوصل للعالم خارج المغرب وداخل المغرب، كياخذوا واحد الصوره كيلوحوهم في المواقع، في المواقع، وكياخذوا صوره خايبه على المغاربه كلهم. هو واحد البنت من الجيران عندنا كانت كتشطح في واحد العرس، هي لابسه شي لبسه ماشي تا اللي خفيفه، مشاو خوا صوروها شي وحدين، لاحوها في واحد الصفحه، شوهوها مع دارهم، ولا شاريه الصداع مع راجلها.
وكان باغي يطلق على نقشه خوه، على نقشه كان غادي على قبل انه صوروه في داك العرس. ماشي على قبل، شاف عريان اخوه في العرس هذاك الشطح، هو ما مصيفطاش الشطح، مصيفطاش على العراده، ما مصيفطاش هي الشطح، مصيفطاش تاكل، ما مصيفطاش، مصيفطاش الدرب الدجاج السفال المرقه والتمجيه، ماشي هذاك الشطح وتعرى تما في العرس وهذاك التحير. خو هذا اللي دار شي رساله منك اللي كيديروا بحال يعني كيصوروا شي وحده ولا شي واحد كيشطح وكيلوحوا في المواقع. لا دوما فعيل موال اخويا، السر المسلمين اخويا، السر ما استر الله، السر ما استر الله. تحياتي.